الماضية. لذلك أنا أستبشر خير مع صدور هذا أو نشر هذا القانون للهيئة وتوجيهات سمو الأمير، ولعل قضية البدون وصلت إلى حد يجب أنها تقف عنده ولا تتشعب أكثر. هناك عندنا ضحايا كثيرة في البدون، جوازات المزورة، من ألصق بهم جلاسم معينة وتوقفت صدور بطاقاتهم. طبعا هنا ملاحظات كثيرة راح تضم لهذا القانون، وسوف يرى الإخوة التعديلات المهمة والجيدة حول موضوع البطاقات، وأنه لا يراجع للبدون لأي قضية، يراجع